السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ثانية النهاردة بنتكلم في بنكمل الكيميكال ثيرمو داينامكس. بنتكلم عن البوند انثالبي. عندنا لما يكون في كيميكال بوند اتكونت عندنا فبنقول عندنا انثالبي اوف بوند فورميشن. ولما البوند دي يحصل لها ديسوسيشن ونحتاج هيت عشان نكسر البوند دي بنقول عليها بوند ديسوسيشن انثالبي. بناخد بعض الأمثلة. عندنا احنا هنا لو اتنين هيدروجين اتوم اتحدوا مع بعض واديني مولكيول من الهيدروجين بتبقى ناقص 436، وفي نفس الوقت لو اتكسر الجزيء ده عشان يديني اتنين هيدروجين اتوم يبقى زائد 436. يبقى ده مثال على البوند فورميشن ومثال على البوند ديسوسيشن. مين بنفضل نقول البوند ديسوسيشن ولا البوند فورميشن انثالبي؟ في الحقيقة بيفضل يقال ان البوند ديسوسيشن اوقع من ناحية العملية. يبقى لما بنشتغل عند كونستانت بريشر نقدر نحسب الانرجي في الحالة دي، وبنقدر نقول ان احنا نقدر نعين او نقدر البوند ديسوسيشن. فعندنا البوند انثالبي بتاعة داي اتوميك مولكيول، يعني لو عندنا مولكيول من هيدروجين اتوم اتكسر واداني اتنين هيدروجين يبقى التشينج في الانرجي هنا او التشينج في الهيت بيساوي 436 كيلو جول مول ماينس 1. لو عندنا مولكيول من الاكسجين بيتكسر واديني اتنين اتوم من الاكسجين يبقى بتساوي التشينج في الانثالبي بيساوي 498. لو عندنا مولكيول من الهيدروكلوريك جاس بيتكسر ويديني هيدروجين اتوم وكلورين اتوم جاس بتبقى 432. نيجي هنا الانثالبي بتاع بوند ديسوسيشن بتاعه البولي اتوميك مولكيول. لو عندي مولكيول اكتر من اتنين مثلا زي مولكيول الميه هيتكسر، احنا عارفين الميه او وبترتبط باتنين هيدروجين يعني في اتنين بوند او اتش، فبيتكسر بوند وبعدين يتكسر البوند التاني. فلما يتكسر البوند الاول بيديني 498 كيلو جول ماينس 1، ولما بيتكسر البوند التاني بيديني 430 كيلو جول ماينس 1. بنحتاج يعني بنحتاج كمية من الحرارة بالقليل. يبقى الانثالبي اوف بوند ديسوسيشن بنعرفه على انه the enthalpy change to breaking a given bond in a specified chemical environment. يبقى ده تعريف الانثالبي change to break a given bond in a specific chemical environment، ده الانثالبي اوف بوند ديسوسيشن. نيجي بوند انثالبي، بناخد مثال هنا البوند انثالبي دي بنعرف انها عبارة عن الـ average of bond dissociation enthalpies of a given bond in a different dissociation species. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي لما نجيب البوند dissociation لمالتي مولكيول يعني اكتر من اتنين اتوم مع بعض، يبقى في الحالة دي بنجيب dissociation بتاع البوند في كل خطوة تكسير ونجمعهم ونقسمهم على اعداد الخطوات اللي حصلت. مثلا زي المية عندني انا اتنين رابطة او اتش، فبجيب الحالتين واقسم على اتنين تديني الهيت dissociation بتاعة الاو اتش. عندنا مثلا الميثين اللي هي سي اتش اربعة، عندنا اربعة بوند سي اتش، يبقى في كل خطوة بيتكسر فيها سي اتش اجمع الاربع خطوات واقسم على اربعة تديني البوند ديسوسيشن للميثين. يبقى بكده قدرنا نجيب البوند ديسوسيشن للرياكشن عندنا. نيجي بعد كده، طبعا انت في عندك صفحات انا عديتها زي 93 و94 و95 بتقراها زي ما احنا كنا متفقين قبل كده، هتجيب كل تعريف هيت اوف رياكشن اللي احنا الثمان انواع اللي انت خدتهم قبل كده تكتب التعريفات بتاعتهم. نتكلم عن علاقة التمبريتشر مع الانثالبي اوف رياكشن، ودي بتتسمى كيرشوف ايكويشن. و الكروشوف equation الستيتمنت بتاعتها variation of reaction enthalpy مع temperature بنسميه كروشوف equation. يعني ايه؟ يعني احنا لو خدنا change في rate of reaction بالنسبة للtemperature عند constant pressure هيساوي change في الheat capacity at constant pressure. يبقى d delta rh بتساوي delta rcb dt.
يبقى الرياكشن انثالبي كونستانت بريشر والهيت كاباسيتي ات كونستانت بريشر. طيب لو عندنا تفاعل طبعا هيبقى بنقول سميشن البرودكت ناقص الرياكتنت. فانت عندك عشان تجيب الهيت كاباسيتي التوتال بتاعت الرياكشن يبقى بتجيب الهيت كاباسيتي بتاع البرودكت ناقص السميشن بتاع الهيت كاباسيتي بتاع الرياكتنت، تطرحهم من بعض تديك الدلتا ار سي بي. نفس الكلام بينطبق على التشينج في الانترنال انرجي، يبقى دي دلتا ار اللي هي التشينج في الانترنال انرجي بيساوي التشينج في الهيت كاباسيتي في سي في دي تي. يعني نقدر نقول ان التشينج في الانترنال انرجي عند temperature 2 بيساوي التشينج في الستاندرد ستيت كلهم، التشينج في الانترنال انرجي عند temperature الاولانيه زائد التشينج في الهيت كاباسيتي at constant volume في الفرق بين درجتين الحرارة. يعني لو عندنا تفاعل A من A زائد B من B يساوي C C زائد D من D، بنقول ان مثلا هنحسب هنا الانثالبي of reaction عند temperature 2 هيساوي الانثالبي of reaction عند temperature الاولانية زائد التشينج في الانثالبي بتاع الهيت كاباسيتي في فرق درجتين الحرارة. فعندك المسألة هنا بتاعت المية كإكزامبل المحلول، بص على الحل بتاعه. لو معرفتش حاجة قولي. شكرا.